وأنه آن لي أن أنعم بشيء يرضاه بعد طول مكابدة لهموم تدبير وثارة في حجم العدل والحريات لولا إصرار السيد رئيس الحكومة. وقبل ذلك أقول وقبل ذلك جلالة الملك حفظه الله في أن أستمر فاعلا في الحكومة المقبلة خدمة لبلادي من موقع آخر أكون فيه وزير دولة يتحمل هم حقوق الإنسان التي خصها الدستور ب22 فصلا شاملة لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهي مهمة لا شك نبيلة وثقيلة لأنها تتقاطع مع كافة القطاعات الحكومية وتستلزم التتبع اليومي والشامل، وهو ما سيجعلني أشتغل إلى جانب رئيس الحكومة منبها إلى كل قصور محتمل في الأداء أو خلل مفترض في التنفيذ. أنا مقتنع أنني أسلم شؤونها لأيدي آمنة لن تألو جهدا في خدمة الصالح العام وإتمام الأوراش الكبرى التي أعطيناها من دمنا وعرقنا بكل تفاني وإخلاص. سأغادرها وأنا راض بما قدمت لقضاء بلادي ومحاكم بلادي وكل المهن العاملة في سلك عدالة بلادي. سأغادرها ولي في كل زاوية منها بكرة وعلى كل حجر نقش يذكر أنني بتوفيق الله وعون المخلصين في قطاع العدل وما أكثرهم. السيد وزير الدولة، أبدأ باستسماحي لاختلاف معك. أنت لا تغادر العدالة ولا تغادر هذه الوزارة، أنت كرمك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بأن أعطاك وضعا اعتباريا نادرا ما يمنح ولا يمنح إلا لشخصيات معدودة على رؤوس الأصابع في فرقنا الحكومية. وزير الدولة، سنواصل معا تحت إمرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس معركة الإصلاح، معركة بناء مؤسسات الدولة الحديثة. سنواصل معا تحديات محاربة الفساد، تحديات بناء الدولة الحديثة. فأشكركم سيد وزير الدولة على الكلمات الطيبة والرقيقة التي تفضلتم بها في حق شخص متواضع، وأنا سعيد بأن أخلفكم في هذه الوزارة. وأود بدءا أن أقر أمامكم أمام القامات القضائية والحقوقية والعلمية التي أتشرف بتوجه إليها اليوم، أود أن أقر أمامكم كما تقول العرب لكل داخل دهشة. Thank you.